تتمنى الرئيس السيسي يطالب باطلاق مهندس مصري امريكي متهم بالتجسس لصالح مصر. برضه ده كان ممكن الرئيس السيسي يعمله في الولايات ده خارج من زمان. لا ما خرجش يا فندم، لا خارج ولا انا ده واخد حكم بالسجن لمده 10 سنوات. لا يعني لا لا احنا عندنا صوره يا جماعه، هاتولنا صوره يعني مصطفى عواد ده مهندس مصري امريكي. ده مهندس مصري امريكي مصطفى عواد اتهم بالحلم خرج من يا جماعه لو سمحت. انا بتكلم على المهندس اللي هو تم اتهامه بالتجسس مصطفى عواد على مصطفى عواد. احنا شايفينه على الشاشه ده مهندس بس مصري. مصطفى عواد معاه الجنسيه الامريكيه. ما هو مهندس مصري امريكي يا جماعه، ما احنا متهم بتجسس لصالح مصر يا فندم. الولايات المتحده ممكن يطالب بيه اتهامته بنقل اسرار عسكريه وخرائط هندسيه ومحبوس الان في الولايات المتحده. وكان في كلام عن انه ما حدث هو صفقه وان مصطفى عواد هيخرج بعد قليل يعني، وتم نفي هذا الكلام لان لو صفقه يبقى معنى ذلك انه تم تسييس الحكم القضائي او تم الاتفاق مع القضاء. طلع اي حجازي علشان لا انت قولا واحدا قولا يا ستلوه بتقول ان البراءه ولدت على منصه القضاء المصري. هقول لك حاجه يا استاذ وائل، وانا 40 سنه اختلاط بالقضاء، اختلاط يعني ما لا يقبل التجزئه، وانت تعلم ذلك مع العديد من رجال القضاء. استحاله ان مسؤول تنفيذي يكلم قاضي على المنصه، لسبب لانه لا يضمن ان القاضي اللي على المنصه هيعمل ايه او هيتصرف ازاي، واخد بالك؟ انما القاضي يحكم بطريقته. ما انا عندي، طب وانا بدل ما اروح اقول لقاضي والنبي احكم لي بكذا، طب ما انا عندي الدستور والقانون بيقول لي ان انا ممكن اتصرف بعد كده. بعد ما ينفعش بعد الحكم النهائي البات. طب ما هو حكم نهائي والنيابه ما استأنفتش في قضيه اي حجازي. النيابه لم تطعم بالحكم ولم يستأنف نهائي. لم تطعم بالنقط، انا اسف. النيابه لم تطعم بالنقط. تمام. دي حاجه. يبقى ما حدش بيتدخل لدى القضاء مطلقا سواء في جميع درجاته، وانا عندي الحريه كسلطه تنفيذيه ان انا استخدم ما اتيح لي من سلطه في هذا الشأن. فيبقى طيب. ليه نعمل هذا الكلام وشغل الاطفال بقى ده علشان كذا والعلاقه كذا والكلام ده كله؟ طيب هنا استاذ علي، بس عشان ابقى باني النقطه دي، يعني الا تضع قواعد الصدفه، يعني الرئيس السيسي التقى مع الرئيس دونالد ترامب، اثيرت هذه القضيه، اثرتها هيلاري كلينتون طول حملتها الانتخابيه وهي بتصيرها. اي حجازي اوباما ايضا كان يثير هذه القضيه واعضاء في الكونجرس. ليه ما بتقولش انه صدفه انه بعد لقاء الرئيس السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب، لكن القضاء المصري كان محددا انه القضيه هتنظر واصدر حكمه بهذا. هو حتى الحكم كان متاجل. التزامن اللي حصل يا استاذ وائل يثير الشبهات. التزامن في مطلع الزياره وفي اول الزياره وفي خطابات قدمت من الاداره الامريكيه، كان القضيه مؤجله وتصريحات شون سبايسر. يا سيدي القضيه مؤجله هو ده اللي خلق ميعاد الحكم في القضيه. كان محدد من شهر في ابريل، من شهر ثلاث سنين، من شهر يا سيدي. يا سيدي النطق بالحكم كان ميعاده كل الاجراءات التحقيق ليه خلال ست شهور؟ ما انهيتش. ده بقى انا متفق معاه تماما. عندك تحريات، عندك فيديوهات، عندك اطفال اعترفت، عندك ادله، عندك قرائن، عندك دفاع اضمن لها كفاله حقوق الدفاع وتترافع عن نفس ويترافعوا عن نفسهم ويثبتوا براءتهم او المحكمه تثبت. هو السؤال لماذا استمرت المحاكمه ثلاث اعوام؟ انجاز ده سؤال يا فندم. هو ده امر شديد الغرابه. يعني لا توجد قضايا تستمر ثلاث سنوات. لا محمد مرسي اللي انت بتقول عليه الرئيس السابق ده، انا قلت الرئيس المعزول. المعزول اللي راح في داهيه ده ماشي لسه بيتحكم. انا كنت مهندس اجابه الانقاذ يا فندم، فمش محتاج تقولي ان هو يعني انا اكيد حاربنا ضد مرسي. يعني محمد مرسي يعني مش محمد مرسي لسه بيتحاكم لغايه دلوقتي في اربع قضايا. ايوه في مرحله نقض، وراح ويرجع وروح ويرجع. نقول بقى في حاله اي حجازي. أيوة. في حاله اي حجازي الدرجه الاولى ثلاث سنوات. طيب دي مساله ليه يعني محمد مرسي قضيه نقيب الدرجه الاولى ثلاث سنوات؟ قضيه نقيب الصحفيين قاعد ثلاث سنوات، كل دول قاعدين ثلاث سنوات واربع اعدام وكلنا يرجع يلبس. مش انت ما خدتش احكام ثلاث سنوات كتير جدا يا فندم.